لقد نظفته جيدا وهو يعمل ثانية، ولكن عليك أن تقومي بصيانته مرات أكثر. أمتأكد أنك أصلحته؟ إنه يطلق رائحة حريق أو شيء كهذا. نعم أنت محقة سميحة، لكن لم ألحظ ذلك من قبل. حسناً فلنهدأ جميعاً، لا تفزع. نهدأ؟ كيف سأكون هادئاً؟ إنه حريق. حاول أن تغني، قل أنا أحافظ على هدوئي، أنا أحافظ على هدوئي. انسي يا أمر الغناء، فلنتجه إلى مكان آمن وليتصل أحدكم بالإطفائية. كان يجري طوال اليوم. أنا رأيته أيضاً. حسناً، إنه لا يجري الآن. أيمن اهدأ. المسكين، إنه مرهق. لقد خدعكما حقاً، صدقتما أنه كان يركض. متجر السمك يحترق. يبدو أن هناك طفلاً في الأعلى. إلى أين تذهبان؟ لإنقاذ الطفل. لكن ليس لكما أطفال. إنه ليس طفلاً، إنه حمل صغير. كانت دعابة سخيفة، إنها غلطتي، أنا آسفة. لا بأس سارة، سنتولى الأمر. أماني، أحضري أقنعة التنفس. أيمن، جهز الخراطيم. سأدخل لأنقذ الصغير. عم سامي صغيري. لقد كنت أعلم أنه ليس طفلا. أنا أيضا يا فتحي كنت أعلم. لكنه صغير حقا، وهو يريد أن يفعل. لا، ماذا؟ ماذا تفعل تحت الصندوق؟ كنا نحاول أن نرى ما بداخله، وهكذا انقلب فوقي. ولكنك تعلم أنه خطير، هل نسيت؟ أعلم، إنها غلطتي، أنا شجعته. حسناً، لا يهم، ما يهم الآن هو أن نبعده عنه. لا جدوى، إنه لا يتزحزح. اسمعا جيداً. صوت دقات. نطلب المساعدة. لا تتركيني هنا أرجوك. ابقي هنا معه، سأحضر المساعدة. جرف صندوق نحو الشاطئ ويصدر من داخله صوت، هذا أمر مريب. سامي انطلق بسرعة نحو الشاطئ، هناك صندوق غريب. سنبذل قصارى جهدنا، اطلب من أماني أن تراقبهم فقط يا سيدي. بسرعة بسرعة. لا يبدو يوما هادئا. إنهما هناك، من أماني إلى سامي. تكلمي يا أماني. إنني أراهما، إنهما قرب الصخور. شكراً أماني، نحن في طريقنا. سامي، أنا خائف. لا بأس يا فارس، سنخرجك قريباً. سارة، الآن عودي إلى المطعم مع فاتن. سارة، آسف لأنني قلت إنك لست مسلية. سألعب معك قريباً، أنا أعدك. ماذا
ذلك الصوت سامي؟ لا أعلم حقا. لننهي الأمر بسرعة، يجب أن نرفع الصندوق عن فارس برفق شديد. ما رأيك يا فارس؟ نعم تحررت. أيا كان ما بداخله فقد أصبح صاخبا. هل تعرف صوته يشبه الساعات الكثيرة؟ الكثير من المنبهات. نحن الآن نعلم ما في داخل الصناديق. ما كان هذا ليحدث لو أننا لم نجادلك أبي؟ آسف أبي، كان يجب أن أصغي إليك. اقترب يا بني، أحيانا عليك أن تكتشف مثل هذه الأمور وحدك. شكرا سامي، شكرا لك أيمن. هذا هو عمل. هيا يا صديقي كف عن العبث، يجب أن تعود إلى البراري حيث كنت تعيش. هيا انطلق. لا بد أنك كنت تطعمه جيدا. انطلق. لا أصدق، عاد من جديد. ذلك الطائر يحب المكان هنا حقا. فريق الإنقاذ الجبلي ليس لإنقاذ الناس فقط. النجدة، النجدة. لا جدوى يا فاتن، فلا أحد يستطيع سماعك وأنت هنا. ماذا عن الصياد؟ إنه بعيد جدا يا فاتن، ومن المستحيل أن يسمعك. النجدة، النجدة. شمشوم، من الذي معه؟ ها؟ لا، هنا الطوارئ، ما الخدمة التي تريدها؟ أريد الإطفائية سامي من فضلك. ماذا؟ محسن عالق عند الجرف؟ هذا العمل لفريق الإنقاذ الجبلي السريع. سأخذ المروحية. أراك هناك. أيها الإطفائي سامي، أنا هنا. لا بأس يا محسن، لكن يجب أن تستمع جيدا إلى ما أقوله حتى أستطيع مساعدتك. مرحبا يا فهد. أولا سنحتاج إلى حبلين هنا. لا تقلق سامي، سأرسلها لك، أعني إلى الأسفل. حسنا يا محسن، سأرسل لك الحبل على الفور. أمسكته. يجب أن تدخل رأسك به يا محسن إلى أن يصبح حول ذراعي. أنا بخير يا سامي، لقد أمسكته. أنت أمسك شمشوم. محسن، يجب وضع الحبل بإحكام يا محسن. آسف يا سامي، ظننت أنني أعرف ما أفعله وكنت مخطئا. لا يهم، أمسكت بك الآن. ارفعنا يا فهد. مكسوراً؟ هل أنت متأكدة؟ متأكدة تماماً، مجرد خدش. أنا سعيدة بعودة التيار. لا أحب أن يكون فتح المسؤول في الظلام. هذا صحيح، أنا لا يحافظ الجميع على هدوئهم في الظلام. لذيذ. يكاد السجق ينضج. ها هي هنا. رائع، وصلت في الوقت المناسب ولم أضطر لفعل أي شيء. هذه هي الخطة. المناديل سأحضرها. لا، قلت لك لن تفعلي أي شيء، تذكري.
النجدة، حريق، هنا، أسحب كلامي، افعلي أي شيء، اتصلي بالإطفائي سامي. هناك حريق في منزل عائلة فتحي. أوه لا، لقد حدث بسبب انقطاع الكهرباء. لقد عدت. لن ترتاح يا سامي. أخبرني، أيوجد أحد في الداخل؟ لا، جميعنا هنا. جيد، أماني سنحتاج إلى أقنعة التنفس. حسناً. هل يمكن أن تقطع الكهرباء من القاطع الرئيسي؟ فعلت. إن حدث انقطاع في الكهرباء عليكم دائماً أن تطفئوا الفرن، وإلا فإنكم قد تنسون فعل ذلك عندما يعود التيار. هذا ما فعلته. ولا ينبغي أن تضعوا على الفرن شيئاً كالمناديل. وهذا ما فعلته. أنا آسف، كان علي طلب المساعدة، كنت أحاول فعل كل شيء بنفسي من أجلك يا هنا. تفضل السجق. واحد، اثنين، ثلاثة. أنت أفضل ممرضة. أنت أفضل ممرضة. شكراً لظهوركم. أنت أفضل ممرضة. شكراً. أنك تفعل، قلت لك لا يا محسن. الحوت، لقد ضربنا. محسن، لماذا فعلت ذلك؟ أردت فقط أن أصطاده لأكون الفائز. أبي، الماء يتسرب إلى القارب. هناك تسرب. نعم، هذا ما نحتاج إليه. إشارة الخطر، لابد أن أشاهد في ورطة. سأتصل بسامي. شادي في ورطة على متن قاربه. فريق الإنقاذ البحري، قارب يواجه مشكلة في الخليج، يعتقد أنه لشادي ومعه بعض الأطفال. النجدة غادر السفينة. حافظ على هدوئك يا محسن، أول قاعدة في البحر هي ألا تصاب بالذعر. خذ نفسا عميقا. انظروا، إنهما سامي وأماني. سامي، أماني. محسن، تنفس بعمق. آسف. هل أصيب أحدكم؟ لا، القارب فقط. سيكون بخير طالما أنني أقوم بضخ الماء منه. حسناً، لنخرج الأطفال منه. سارة؟ فارس؟ محسن، أنت ابقى مع شادي وساعد. ماذا؟ لكن حسناً، سأبقى. شكراً محسن، أحسنت. سنسحبك يا شادي، علينا أن نتساعد معا لقيادة الصغير نحو البحر. حسنا. أجل، أعتقد أننا سنتدبر الأمر. وجد أمه، متأكد من أنه سعيد الآن. أجل.
تعال هنا يا سامي، إنه خلف هذه الصخور. انطلق شمشوم، أعثر على فارس. أنف شمشوم الحساس سيحدد موقع فارس تماماً حتى نتمكن من إخراجه دون تحريك الصخور. أحسنت عملاً. هل أنت بخير فارس؟ نعم، لم أخدش أبداً، لا شيء أصابني، أنا عالق خلف هذه الصخور. أماني، أحضري المظلة الواقية من السيارة، سننصب ملجأً في حال انهارت صخور أخرى، بسرعة. حاضر سامي. سعيد برؤيتك أيمن. شكرا سيدي. مرحبا سامي. ها أنت ذا. اهدأ يا فارس، لنفحصك أولا. شكرا سامي، شكرا لكم جميعا. كان يجب أن أبتعد عن الجرف كما قلت لي يا رئيس قسم الإطفاء. كنت محظوظا هذه المرة، ولكن لماذا حفرت هناك؟ ظننت أنني سأجد شيئا مميزا لأقدمه لأمي، كانت علبة صفيح قديمة، أردت حقا أن أحضر لها شيئا مميزا. فارس، فارس، ما أردته حقا هو أن تكوني بأمان. لا. رئيس قسم الإطفاء، ما رأيك بمحاولة أخيرة لنرى إن كنا نستطيع إيجاد النقود؟ اكتفيت من البحث عن المعادن ليوم واحد. توقف يا سيدي، محاولة سريعة. حسنا، هيا هيا يا أيمن. رتب وجهه عندما يجد علبة قطعة نقدية. تعالوا جميعا وانظروا، هيا. هل وجدت شيئا مثيرا سيدي؟ قطع قديمة، الكثير منها، كنت واثقا من وجود قطع مدفونة هنا، كنت واثقا. لا يبدو أنه مال علبتك يا أيمن. أعلم. أحسنت عملا سيدي. تعال شمشوم. عشاؤك يا أمي. الرائحة زكية. لم أطبخ اليوم يا هنا، إنني في إجازة. لذا عليك أن تتحملي طبخي وعون مساعدي الرائعين. مرحبا يا ليلى، أين محسن؟ حسنا، أراد أن يذهب ليتزلج، انظروا ماذا صنع لي صغيري. ما هذا؟ يبدو لي كغطاء زجاجة مثبتا بقطعة خشب. فارس، لا تكن فظا، إنه حامل شمعة، أمل ألا تمانعي أن أستخدمه. لا يا ليلى، بالطبع لا، يمكنك استخدامه. يوم الأم مزعج، كل أصدقائي مشغولون بأمهاتهم، والتزلج ممل عندما أكون وحدي. شكراً لأنك دعوتني يا تامر، كانت فكرة رائعة، عشاء على ضوء شمع. آسف. احذري ليلى. حريق. حسناً، ابقوا هادئين، يجب أن نخرج من المطعم جميعاً الآن. فكرة جيدة. حريق في مطعم السمكة الذهبية. هناك حريق في مطعم السمكة الذهبية. هذا ليس إنذارا كاذبا يا سامي، شادي قام بالتبليغ ترى أين اندلع الحريق؟ أماني وأيمن خذا الخراطيم، سأتحقق من عدم وجود أحد في الداخل. حسناً سامي.
محسن لا تقترب. لكن يا فتحي أمي في الداخل. أمك هنا يا محسن. محسن. أمي خفت كثيرا، ظننت أنك في خطر. أوه محسن، إذا أنت تحبني حقا؟ بالطبع. نعم، أنت أمي